كان أرنوب يمشي سعيداً بجوار نهر صغير. شاهد أرنوب على الناحية الأخرى من النهر شجرة مليئة بالتفاح يجلس تحتها صديقه فلفول. ما أجمل هذا التفاح، أريد أن آكل منه، ولكن كيف أصل إليه؟ فلفول، فلفول! مرحباً أرنوب. هل تستطيع أن تقطف لي تفاحة من هذه الشجرة؟ نعم أرنوب. يحاول فلفول أن يقطف التفاح فلا يصل إليه. تعال لأحملك فتصل أنت إلي. ولكن كيف سأعبر النهر؟ يشاهد أرنوب صديقه سلحوف يسبح في النهر. السلام عليكم أرنوب، ماذا بك؟ وعليكم السلام سلحوف، أريد أن أكل من التفاح ولا أستطيع أن أصل إلى الناحية الأخرى من النهر. عندي فكرة. أرنوب على سلحوف. يركب أرنوب على صدفة سلحوف ويسبح سلحوف ليوصل أرنوب. أرنوب على فلفول. وهكذا تعاون الجميع وأكلوا التفاح في سعادة.